موجز الأخبار من ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. نفذت طائرات سلاح الجو 8 غارات جوية على مواقع وتمركزات التنظيمات الإرهابية في مناطق سوق الحوت والصابر بنغازي. وفاد مراسل قناة ليبيا الحدث أن أصوات الانفجارات التي تلت غارات سلاح الجو هي نتيجة انفجار الألغام بعد ضربات القوات الجوية. يذكر أن القوات المسلحة تحاصر بقايا العناصر الإرهابية في آخر مواقعها بمدينة بنغازي وتقوم بقصفها واستهدافها للقضاء عليها. كلف أمير غرفة عمليات الكرامة عميد ركن عبد السلام فرج نقيب بحار تواتي علي التواتي بإمرة محور سوق الحوت شمال بنغازي. وجاء في القرار الصادر عن غرفة عمليات الكرامة في 4 من الشهر الجاري على تكليف ملازم أول حكيم الزوي بمنصب معاون أمر محور سوق الحوت، في حيث تسلم ملازم أول بحار علي فرج غرفة عمليات سوق الحوت ببنغازي. وجاء في القرار أنه على كافة قوات الجيش الوطني المرابطة في المحور الشمالي للمدينة بأخذ العلم وتنفيذ التعليمات الصادرة من أمر المحور ومعاونيه وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. كشف النائب عن حزب نداء تونس منجي الحرباوي عن الشخصية القطرية التي كان قد تحدث عنها المتحدث العسكري العقيد أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء. وأكد الحرباوي أن النيابة العمومية قامت بتونس بفتح تحقيق حول وقوع عمليات سحب الأموال الضخمة من الحساب البنكي للقطري سالم الجربوعي بقيمة 3 مليارات في فترة وجيزة. وعقب استمرار التحقيقات تأكدت الفرق المختصة بوزارة الداخلية التونسية أنها قد اكتشفت شبكة من الجواسيس القطريين والتونسيين. وقد بينت الأبحاث أن علي سالم الجربوعي يبلغ من العمر 52 عاما وأنه برتبة عميد بالجيش القطري وهو مكلف بمهمة ملحق عسكري بشمال إفريقيا لدى المخابرات القطرية. وفي تأييد صريح أكد المفتي المعزول الصادق الغرقاني بأن قطع العلاقات مع قطر بدعوى دعمها لحركة حماس أمر مؤسف، بأن على الجانب القطري وكل من يدعم الحركة أن يتشرف بهذا الأمر وأن يكون موضع ثناء وشكر من المسلمين وحكامهم. الغرقاني أوضح عبر قناة التناصح التابعة له بأن ذلك لا يندرج في إطار الإرهاب وإنما يكون هذا من تضليل من وصفها بالحركة العالمية الصهيونية، وذلك بحسب قوله. رحبت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ببيان المجلس بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر وتقديم مذكرة ضدها لمجلسي الأمن والتعاون الخارجي بشأن سياساتها تجاه ليبيا. وكشف رئيس اللجنة عيسى العريبي لمصادر صحفية بأن بيانا رسميا سيصدر من اللجنة لتأييد ما صدر بالخصوص من المجلس ومن الحكومة الليبية المؤقتة، وأنه بات لازما على المؤسسة الوطنية للنفط مراجعة وإلغاء تعاقداتها مع بعض الشركات المملوكة كليا أو جزئيا لدولة قطر ولقيادات التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن إنتاج البترول الليبي قد وصل إلى 308,000 برميل يوميا. وأشار صنع الله في تصريح لوكالة أكل الإيطالية للأنباء إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط نهاية العام إلى 1,250,000 برميل يوميا. وأكد صنع الله على أن الأوضاع في منطقة الانحلال النفطي والحقول في البلاد مستقرة وآمنة خلال هذه الفترة. ثمنت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا الجهود المكثفة التي بذلتها كافة الأطراف الليبية بالتنسيق مع أشقائها في مصر على مدى ما يزيد عن عام ونصف، وأشادت بحرص الفرقاء على خلق أرضية مشتركة نحو الحوار المباشر. وأكدت اللجنة على تحمل الفرقاء الليبيين لمسؤوليتهم حفاظا على السلم الأهلي، كما ناشدت الأطراف الليبية دون استثناء على إعلاء كلمة الوطن ومصالحه العليا ونأي عن الانشغال بالمصالح الضيقة والأنية والعمل في القريب العاجل وبروح الفريق وتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية للخروج من هذا المأزق الخطير. وأكدت في سياق حديثها على استمرار جهود اللجنة المصرية الليبية المشتركة لاستكمال العملية السياسية في ليبيا والخروج بها إلى بر الأمان. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، تيليجرام. وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هاتفكم المحمولة، كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث.